السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. بدي أتشكر كل مين عم يدعمني بالقناة وكل مين عم يشترك فيها وعم يعملنا لايك وعم يعلق ويشارك بالفيديوهات اللي عم بحكيها. ما راح أطول عليكم اليوم. موضوعنا على أكيد، يعني ما بعرف كل الناس أو في ناس يمكن ما انتبهت للي صار في اللي هو بيل جيتس، أغلى رجل بالعالم. عملية طلاق اللي صارت بينه وبين زوجته، تزوجوا بسنة 1991، هلأ قرروا انه يتطلقوا. شو السبب؟ ما حدا بيعرف. بس وين الفكرة؟ الفكرة انه الطلاق بهيك حالات عند هيك ناس ما له سهل. يعني هلأ هو اقترح انه يدفع تعويض لزوجته 2 مليار و400 مليون دولار، تمام؟ بس طبعا هذا الحكي ما بيمشي الحال بالقانون الامريكي، لانه القانون الامريكي بيقول لك انه اذا ما كان في عقد زواج بيناتهم واتفاقيه متفقين انه قديش حيكون الطلاق اذا طلقوا، ما في عقد، فالقانون بيقول لك انه لازم يدفع نص ميزانيته، تمام؟ يعني هلا هو اذا بيطلق مرته لازم يدفع نص الميزانيه تبعه. طيب السؤال، قديش ميزانيته لبيل جيتس؟ ميزانية بيل جيتس لسنة 2020 130 مليار دولار. يعني هو إذا بيطلقها هلا لازم يدفع لها 65 مليار دولار، تمام؟ فبظن هذا الموضوع يعني أكيد ما راح يمشي حاله معه، لأنه تعب يعني سنينه، أكيد ما راح يضيعه والله إنه هيك. فما بعرف شو هو التصرف اللي حيتصرفوا بهيك موضوع. يعني مثل عنا مثلا صاحب شركة امازون، تمام، قبل بيل جيتس صاحب شركة امازون اسمه بيتسوس، كانت ميزانيته مثلا 197 مليار دولار، تمام، بس هداك وقت اللي طلق زوجته كان في اتفاق بينه وبينها وفي عقد زواج بيناتهم، فدفع لها 35 مليار دولار، تمام. طبعا هلأ يعني تحكي عن بيل جيتس، بيل جيتس يعني معروف كل الناس بتعرفه، بيل جيتس اللي هو صمم البرنامج تبع المايكروسوفت اللي هو برنامج الأوفيس وكل شيء بيتعلق بالكمبيوترات، تمام. فبلش ببداية كتير كانت ضعيفة وتعب كتير لحتى وصل لهذا المستوى اللي هو وصل له، تمام. بس يعني هلأ يلي أنا مستغربه أنه يعني اتنين صاروا متجوزين 22 سنة. يعني ما بعرف هل هو سبحان الله ما بيعلم الا رب العالمين بالبيوت واسرارها، بس انه يعني صار له 21 سنه وعندهم اولاد، يعني تمام. فانه شو الفكره يعني انه بده يطلقوا؟ ما بنعرف، سبحان الله. والزلمه يعني غير انه ثروته مثلا 130 مليار دولار، بيقولوا لك انه عنده بنايات وعنده فيلل وعنده عمارات وعنده شركات. يعني زلمة يعني الملك لله، بيملك شغلات كتيرة يعني، تمام. وبالإضافة انه بيقولك انه عنده 30 سيارة من افخر انواع السيارات اللي موجودة بالعالم. يعني قديش بيطلع بيقولك ميسي ولا رونالدو ولا كريستيان ولا ما بعرف مين بيطلع انه عنده كذا وعنده كذا يعني هذا الزلمة سبحان الله يعني. فما بعرف، فشو رأيكم انتم بالموضوع؟ والله حبيت بس شارككم الفكرة، والصحف كلها عم تحكي عن الموضوع هذا والترتيب هذا. طبعا الله يا رب هيك يعمر كل بيوت الناس، وان شاء الله ربي ما بيوصل حدا لهي المرحلة اللي هي مرحلة الطلاق، لانه بصراحة هي مرحلة صعبة، والله لا هيك لا يمرق على حدا ولا يدوق على حدا يا رب، لانه يعني خربان البيت مو سهل، يعني مو سهل خربان البيت، وخاصة اذا كان في اولاد. يعني اذا كان في اولاد وكان في مسؤولية وكان في كذا، فهذا صعب يعني الموضوع. لا، بالاضافة انه في شغلة كمان نسيت اقولكم عليها، انه زوجته لبيل جيتس هي بعد ما اطلقت انه يعني زعلانة وكذا، فراحت استأجرت جزيرة كاملة بجزر الكاريبي، تمام. بالليلة الواحدة أجار الجزيرة 35 ألف دولار بالليلة.
يعني يا جماعة والله العظيم، اللهم لا اعتراض على حكمك يا ربي، اللهم لا اعتراض على حكمك يا ربي. ناس سبحان الله مو ملاقية تاكل ومو ملاقية الخبزة، وناس عم تتبعزع بعزع بالمصاري بطعمة وبلا طعمة. الحمد لله على كل حال. والله بس حبيت شارككم الفيديو واحكي لكم الفكرة اللي عم تدور يعني، واللي انحكى بالصحف وبالتلفزيونات. فشو رأيكم انتم تشاركونا بالتعليقات وشكلسونا الفيديو بمعيدكم وزبطونا الترتيب، واذا ما لكم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة، يعني قناة جديدة شوفت عينكم بدها دعم، دعمونا بمعيدكم. بتشكركم، واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشاركوا واشتركوا بالقناة. بتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.